مرحبا خالي. أهلين. ماما اشتهتكم بزبدية الرز بحليب. تشتهي العافية إن شاء الله. قليلة ما بدنا هالغلبة مرة تانية، يعني نحنا ما بدنا عذابها. ولو يا خالي، عذابكم راحة. يلا بخاطرك. مع السلامة. يا سيدي بدك شيء؟ لا سلامتك. مين اللي دق الباب؟ مفيدة بنت جارتنا. وشو بدها كمان؟ قال اما اشتهت لنا زبدية رز بحليب لا تقرف، حطيتها بالمطبخ. اه ياما، ساوي لنا فنجانين قهوة نشربهم على رواق انا وياكي. لا مالي فاضية لك، بدي روح كمل لبسي. هلا اختي ام عدنان بتجي بتستعوقني. ها ليش لوين يا ميسر؟ دالينا جماعة على بنت الكببجي، رايحة انا واختي نشوفها. ايوه ميسرة. ليك اجيت. شو منلكن الرز بحليب صهري؟ جارتنا ام مفيدة اشتهتنا فيهم. تاري يا صهري، لما بيقولوا الجار قبل الدار مو كذب. يا هيك جيران يا بلا. اسكب لك قهوة معي ولا تأجليها للزيارة؟ اسكب لي صهري، اسكب لي. بشربها هون وبشربها بزيارة. زيادة الخير خير. شو صاير يعني؟ بتعرفي قديش إلي ما شربت قهوة بعد الظهر مع أختك؟ قديش صهري؟ يعني بدك تقولي أكتر من 5 سنين، من يوم يلي فنت الخطبة لتحسين. طيب شو طالع بإيدها يا صهري؟ زيارة الخطابين دائماً بتكون بعد الظهر؟ إيه ما اختلفنا، بعد الظهر بعد الظهر. إيه بس في وحدة بتضل عم تخطب لابنها 5 سنين، إيش وشان خليت من البنات؟ مو قصة خليت صهري، بس هي جوازة مو ضحكة لعبة. بقى كل ما تأنينا وتروينا وتفحصنا وتمحصنا بيكون المكسب معنا بالآخر. طيب يا أهوتك صهري، إن شاء الله بيعيشوا هالإيدين يا رب. بقى لا تواخذني بهالكلمة، أنت مو كل يوم رح تجوز ابنك وتفرش له وتصمد له وتعد له وتمد له، يعني أقل منها ناخد راحتنا بالخطبة ونترحرح. إيه ما اختلفنا، بس 5 سنين. صرت جاهزة أنا. لك ليش هلا قهوتك؟ هلا بيصونا ياها هني. ماشي اختي، كل شيء وله مطرح عندي. ايه شو طلعت بزبدية الرز بحليب كلها؟ لا اختي مو هو هذا، انا حبيت ذوق ذوقان. بس بيني وبينك، بالرغم من انه سكرها قليل والرز فيها متشتش وما لها شامه ريحه المزهر، بس يا اختي طيبه. سلمي على امك. كثير السلام. الله يسلمك يا رب. امشي، تاخرنا على الجماعه، بننزل على الدراج نزول. تعي الحقيني. يعني لو طالعتي لي بورقتي يا نصيب. مو هيك مو هي. لك هي الشنطيره ما غيرها. انا شنطيره مفيده بنت ام مفيده جارتنا. الأريضة تقرضها، كيف ما التفتت؟ كيف ما برمت؟ بلاقيها بخلقتي. هدول اللي بعتوا لكم الرز بحليب؟ يبعت لهم حمى إن شاء الله. ليش أنا إلي نفس آكل من أكلهم؟ يروحوا قبل ينظفوا بيتهم، بعدين يسكبوا سكب للعالم. بس بدك تدغري لك أختي، نفسهم على الأكل طيب كثير. لك وأنا الثانية شو صار لي؟ يو أريضة تقرضني، على قد ما أكلت من الرز بحليب، ليك وقاعد على معدتي مثل اللبسونة. ولا يهمك، هلا لبين ما نمشي خطوتين، ولبين ما نلاقي تاكسي بتهضني، خلصيني. ان شاء الله يعجبك الرز بحليب. هذا رز بحليب يلي بعدت لكم اياه، هذا عملته بايدي. يا ريتو بيسلموا ايدي. الله يسلمك. شو
بابا يا بابا. نعم بابا. امر. شو وين الرزب علي؟ خالتك ام عدنان طلعت بالزبديه وانا كملت باقي. طيب ماما وخالتي وين كانوا رايحين؟ مثل عادي يا بابا، رايحين يخطبوا لك. زمان. شو بابا؟ تضايقت لأنك ما أكلت رز بحليب؟ يا بابا مشان الله وين أنا وين أنت؟ شو اللي مضايقك لكان؟ قل لي. يعني صدقني لو أنا طالب عروس بمواصفات تعجيزية كانوا خطبوا لي من سنين وارتحت من هالهم. بس العلة إني أنا مالي طالب شي خارق أو فوق العادة. كل اللي طالبه عروس آدمية وبنت حلال وست بيت. صعبة هي، بدها 5 سنين على اللوسل. اي والله راح الناس. التأني مطلوب بابا، ومثل ما بيقول المثل كل تأخيرة فيها خيرة. تسلم لي عينها ما احلاها، سبحان الذي خلقها وكونها باحلى صورة. يعني يا هيك المكتم والتم واسنان يلي مثل صف اللولو، يا اما بلا. بعدين شفتي جاذبيتها بتطير العقل. اي والله بتتقرمط قرمطة على قد مو مجذبة. تسلم لقلبي شو نعومة. لك حاجة بقى شو قصتك ام عدنان؟ حاجة تنبرعي لي فيها. يو اي والله البنت ما فيها عيب يتعيب، يعني الواحد يحكي ضميره. واهلها كمان ما فيهم عيب يتعيب؟ ليش شبهن اهلها؟ ايه ما شفنا منهم الا كل خير، والله والنعم وسبعة انعام. لك تنفكحي الهي انت وهالطبع اللي اليك، يعني انت من يوم يومك بتخطفي الكبايه من راس المعون وبترقدي بدون ما تدوزني الامور او تربطي المسائل ببعضها البعض. لك اختي وبعرفك. روحي خنق. ما عم بفهم عليكي اختي، شبهن اهلها؟ بخلا مأنشحين. يو ومن لهم البخل؟ ليش ما شفتي بعينك قديش ضيافتهم ثقيله؟ حصرتي عليك شو غفل. امشي امشي احسن ما يطيروا ضبنات عقلي منك. بعد شوي امشي لحقيني. صهري اذا اجيت للدغري البنت حلوه كثير كثير كثير، ما لها نظير. يعني قديش شفنا بنات بس مثل هالجمال الخارق؟ لا ما شفنا منه. لا وكله بكفه واهله بكفه على سلامتهم، جماعه اكابر واوادم وفهمه. وليش ما قلتي له انه بخلا كمان؟ ليكو الثانيه ليكو لسه بتقلي بخلا؟ يعني شو بدهم يساووا اكثر من اللي يساووه؟ إيه ما خلوا قهوه وعصير، ما خلوا كنايف وقشاطي، ما خلوا شوكولاته وراحه الا وضيفونا اياها. بقى من لهم البخل اختي بتحسين. والنيونات ليش ما جبتي سيرتها؟ انو نيونات؟ لك نيونات اللي مضويه كل البيت، مع انه عندهم ترياك من كبرها تنحط بالجوامع. واذا شعلين نيونات شو فيها يعني؟ لك شلون شو فيها؟ لا انت بدك تضلي هوشه وطوشه انت. لأنه أنا ما بجوز ابني لبنت أهلها بخلا، يعني نحن خطابين واضرب واطرح ورايحين بكامل هيبتنا وقدرنا مشان نشوف بنتهم، بيقوموا بيستكتروا علينا كم ضو تريا. خطابين أول مرة نحن منفوت لبيتهم، بيقوموا بيشعلوا لنا أضوية نيون يلي بتصفر الوش والعياذ بالله، كأنه مرقنين. يبعت حمى لهالكم ليرة زيادة حق تشغيل لمبتين ثلاثة بالتريا. معلش يا أم تحسين، معلش ما بتعرفي عذرهم الجماعة، بجوز مكنتكت ريا. انو عذرهم انت التاني؟ انو عذرهم؟ ايه والله والله لو كانت بنتهم حورية من حواري الجنة ما باخدها لابني، ولو صار شو ما صار. شوف ابو تحسين الا البخل والانشحة. ولي علامتي ان شاء الله معقولة اخرة هالعمر تيجي لبيتي عروس عينها جوعانة من بخل اهلها. عاملين يا نينجا كوسة ورقة، اشتهيناكم فيها. يا عمي شو ليش معذبين حالكم؟ لا ولو، عذابك راح، هدول لفتهم وحاشيتهم بحياتي. مين تحسين؟ جيراننا بيت أم مفيدة أمي. مرحبا خالد. شو ها؟ يا رنجي. إن شاء الله يعجبوكم. ليش هالغلبة؟ لا لا غلبة ولا شيء، بس هيك غصيناكم فيها. يلا بخاطركم. الله معي. حمد الراكز تمام، شي بشهي.
لكم هاليرنجيات طهري شي طيب كتير. هدول سكبة من عن جارتنا أم مفيدة. يا سلام يا سلام على هالتتبيلة هي، أصولية تمام. اسكب لك معي فنجان قهوة ولا بتشربيها بالزيارة؟ وضروري تسألني أنت صهري، المنيحة ما بدها سؤال. ولبيت مين نروح اليوم؟ لبيت أم حمدي خرمة، قال عندها بنت حلوة كتير، بركي إن شاء الله بتكون من نصيب تحسين. تقبلاها هلا قهوتك، هلا بنشربها بالزيارة. حبيت عقد بنفسي بعد اليرنجي، بس ويني؟ الله يهنيكم على هيك جيران، ما شاء الله وكان، كل يوم عم يبعثوا لكم على كل درس لون. لك قومي هلا خلصينا، رح نتأخر على الجماعة. سبحان الخالق العظيم. سبحان من أبدع صور يا أختي. الحقيقي لون شفايفها، اسمرت لون عيونها، الليل سواد شعرها. بعدين شو شرطة هالعين هي؟ ما شاء الله حولها، شو هالأنف، شو هالتم، شو هالأوام، شو هالطول يلي مفرفح فرفحة. إيه والله بتفوت لجوات القلب من أول نظرة. إيه ما بدها تتاخدي فيها كل هالقد، شوية تانية شايفتك راح تشعري. بس البنت ما عليها حكي، منوبها منوب ما عليها حكي. بعدين وينك؟ أهلها ما كانوا شاعلين ولا نيوني. اترياتهم ما شاء الله وكان، كانت قادحة قدح ملات البيت. ملات البيت؟ ليش هذا بيت بالأول؟ يو لكن شو ها؟ قولي عليك شو غشيمة. قالوا شو؟ أنا جايبتك معي على أساس أنه نظرين أحسن من نظر. طلع بلا ما أخذي ما عندك نظر. أم تحسين مالك ملاحظة أنه أنت عم تعسري الأمور كتير؟ لك أنا اللي عم أعسرها؟ امشي من قدام بيت الجماعة بلا ما يشوفونا عم نتناقر. امشي يا إعادتك أنت. والله يا أبو تحسين إنه الحلو ما بيخبي حاله، والبنت حلوة حلوة مثل القشطة ما في كلام. لا في شغلة كتير مهمة وبدي أفهمها. أهلها هلأ كانوا شاعلين النيونات ولا التريات؟ تريات يا أبو تحسين، تريات. أما شو تريات؟ شي ماري تيريز وشي كريستال بوهيمي وشي ب 22 لمبة وشي ب 25 لمبة. شغلة عظيم، معناتها الجماعة كرمة مو بعينه شي. هلأ أنت بس تشاطرتي وتفالحتي وحكيتي له على تريات ماري تيريز، ليش ما حكيتي له على صوفة باب صقاقم؟ وشو بصوفة باب صقاقم بقى؟ ضيقة ومغمة وبتقمطه للقلب، يعني مترين بمتر، لا فيها كرسي ولا فيها أنصلية. وشو بدها بصوفة باب صقاقم؟ هلأ المهم ابننا بده يتجوز البنت ولا الصوفة؟ شلون شو بدنا؟ أبو تحسين لا تفور لي دمي انت التاني، يعني معقولة جوز ابني لوحدة الفوتي على بيت أهلها بشعة كتير، يعني كأنك داخل بسرداب. أما والله هي سمعة، أم تحسين من كل عالك عم تحكي الحكي؟ إلا كان من نصه المكتوب مبين من عنوانه، وصوفة باب البيت هي عنوان البيت، هي الواجهة. بقى إذا كانت الواجهة هي بقى كيف من جوا؟ أعوذ بالله، شي مغم كتير قد ما قلت لك وأزواج. ما بعرف انا اذا بتكون يعني احكي ضميري، البنت محرزه وحلوه وحرام تروح من بين ايدينا. لك يا ام عدنان، الناس الى الظاهر، انا ما راح اخذ لابني وحده من برا رقام ومن جوا شيء ثاني، يعني شيء بيهبب البدن مثل مدخل بيت اهلها. يا عليم ويا لطيف تجعل لي البلا تصريف.
يعني لو ما كانت البصلة مزوعة شوي كانت الأكلة بتنهدل منك. وي فنجان قهوتك رح اسكب لك اياه. لا سهري الله يخليك، ما بحسن. ليش بقى؟ خير ان شاء الله. من كثر القهاوي اللي عم نشربها بزيارات لما عم نروح نخطب صار معي خفقة قلب الله لا يوريك. يا سلامتك، لساتك صغيرة على الحكي. الله يجبر بخاطرك يا صغري، بس تاري الخطبة بتضعف. يلا ستي هانت، بركي اليوم تجتمعوا لكم بشي بنت حلال ومن عيلة مرتبة، لا بيشعلوا نيونات ومدخل بيتهم عليه القيمة. عم تتمقلس بعدي. عبز بالله، عم بحكي الضغري. مهما تمقلست ومهما حكيت ابني بعبي وما بجوزه إلا على كيفي، لو بضل عم بخطب له 10 سنين تانية منيح. خلصينا بقى مع عدنان. يا حبيبة قلبي يا حبيبة قلبي، شو نعومة، مثل النسمة، مثل الفراشة، مثل الطيف فرد شكل. ايه شو كمان؟ شو كمان؟ ليش بقي شي كمان؟ ايه والله العظيم لو كانت كنتي مرت ابني عدنان بتقبل فيها ضرها لروح من بكرة اخطبها لابني عدنان. خلصتي ولا لسه؟ وهي شفتي بعينك مدخل بيت اهلها قديش حلو ومرتب، والجماعة مادين وصامدين بالانتريه لحتى تقولي حاجة. خلصتي ولا بدك شي تاني؟ اه؟ وترياتهم عم تشعشع وتقدح قدح حتى بنص المطبخ، شفت بعيني ما حدا قال لي. بقى شو قلتي اختي؟ شو قلت؟ قلت انه ابني ما له نصيب على هالبنت وخلصت القصه، خصمية. يعني قد ما الواحد حكى وعد وصف بيضل الحكي مو مثل الشوف يا ابو تحسين، يعني البنت عندها حلاوه ونعومه ومنطق وحكي وقومه وتفتيله ومن جميعه. طيب طيب طمنيني، شلون فوتت بيت اهلها؟ يعني فوتت باب صقاقن هيك بتفرفح القلب وبتنعش الفؤاد؟ كانك فايت على صالون، شو صيني شو شيني شو تحف شو فازات شو صمديات. ايه اللهم هنيهم. دخلك وترياتهم مشعشعة وضاوية؟ مثل الشمس، ما بتقدر تثبت نظرك فيهم على قد مقادحة. فإذا شرنين. كيف شرنين ونحن ما شفنا منهم إلا كل ترتيب وصحون القهوة المبلولة والفناجين اللي عم تشر ميايا، هذا كله ماله حساب عندي. والله ما انتبهت. لا لكن ليه صرنا 5 سنين عم نتعذب؟ مو مشان ننتبه لهالتفاصيل البسيطة والصغيرة. الله وكيلك يا أبو تحسين، جابون صينية قهوة مجأجأة لشبعانة، اجيت أنا بدي أخذ الفنجان قام صار يشر علي مي من سفله، بالظاهر هني كانوا هلأ جالينه وحاطينه بالصينية بدون ما ينشفوا. عينك تشوف شو صار فيه. لك تأمأمت إيدي وأنا عم منشف إدنه للفنجان بالمحارم، هني قاعدين عم يتفرجوا وما لهم عين ترفها. بقى بدك يعني بعد هالشي نطلب بنتهم لابننا؟ بالله عليك أبو تحسين اللي دغري قول احكي. مرحبا. اهلين اهلين خالي، فوتي تفضلي. لا عيني مستعجله كثير، بس حبيت ارجع لكم جاطاتكم وزباديكم، كان لازم انا ارد لكم السكبه بسكبه اكبر، بس مالي فاضيه لا تاخذونا. معلش خالي ولا يهمك، ما بدنا الا سلامتكم. كانه فوتت بيتكم، قصدي يعني مدخل بيتكم رايح طوله مع عرضه مغمه. البنايه كلها لها نفس التقسيم خالي. ايوه معناتها قضويه النيون اللي قاتحه من عندكم هي اللي كاتمه على بيتكم شوي. شوفي وشك شلون اصفر مثل لون هالصحن. خاطرك. مع السلامه. مبين جيرانكم بيت ام مفيده مو مستفيدينكم بسكبه اليوم. شايفه يا عدنان غريبه ما
يلا ام تحسين شبكي تاخرنا على جماعه. لك ليكني مالك شايفتيني لابسه خاصه بي شاربي بس. يلا شو ماما لوين رايحين اليوم؟ رايحين نخطب لك تقبرني. تخطبوا لي؟ اهلا مفيدة. اهلا تفضلي تفضلي فوتي فوتي سلمي. مرحبا عمو. اهلين عمو. مرحبا خالتي ام عدنان. اهلين حبيبتي. مرحبا مرت عمو. أنا شفت يا أمي إنه مفيدة عندك كل مواصفات العروس اللي أنا بتمناها، آدمية وبنت حلال، والأهم من كل شيء إنها ست بيت ممتازة، وهي قالب الجاتو بيشهد على هالشي. وهذا شغل إيدي مرت عمو. بخاطركن. بظن هلأ إنه ما عاد في داعي إنكم تروحوا تخطبولي، لأنه أنا ومفيدة هلأ رايحين نتجوز. قولي على أمتي رح يتجوز الشنتيرة. زين فلفيلو ما قالي وقلتي له وجاني ورحتي له يا فلافل يا وازن فلفيلو يا وازن فلفيلو. اي غزت الابره باصبعتي يا على مهلك انتي تانيه على مهلك شو صاير علينا؟ مانك شايف قديش قماشة هالمقطة سميكة؟ ايه بالزرع ما تفوت الابرة فيها. معلوم السميك اسمك من هيك القماشة ما عاد فيه اصلا. هلا اذا بتفتلي السوق بشر بشر شبر شبر ما بتلاقي ما بتلاقي مثل هالقماشة. ايه مالك شايفني قديش مفخت نياعي لحتى الاقي هيك قماشة؟ ايه اصلا موضة هالمقطة وهالقماشة بطلت من زمان. ايه لا مو صحيح يا مسكي، كل شي ممكن تبطل موضته الا هذا، لانه هذا مامته مو جوز جرابات لحتى يطلعوا له كل يوم موضه شكل ورسمه شكل. وانا امتى الله بده يتوب علي بقى من هالمامته المعلت؟ لك حاجته 20 سنه خدمه، لو كان حديد كان انفنى. انتي قلتيها بلسانك، معناتها طاين معنا احدد اكثر من الحديد. يعني مانك شايفه شلون صاير؟ لا هيئه ولا كسم ولا لون، واحد غيره كان شحده وخلص من هالهم. اعوذ بالله، شو عم تحكي انت؟ انا هذا المانتو مستحيل استغني عنه ابدا، بدي ضل لفه على بدني لحتى اموت، ومو بس هيك رح اكتب بوصيتي كمان يكفنوني فيه وينزلوني فيه على القبر، لانه هذا المانتو قيمته معنويه. فهمتي؟ معنويه. هذا المانتو تاريخ كامل، تراث هاد، فرقلول. لا حول ولا قوة إلا بالله، إيشو مانتو هتلر هو؟ عم تتمسخري؟ أنا عندي يا أهم من هيك بكتير، لأنه أول شيء هالمانتو من ريحة المرحوم أبي، والمرحوم أبي الله يرحمه ويجعل مستواه الجنة، قولي آمين. آمين. ما حصل عليه بالهين، اتكلف كتير لحتى قدر يحصل على هيك مامته. يعني قديش دفع حقه؟ ما دفع حقه ولا قرش دفع. لك شلون جابه؟ سرقة؟ لك شو سرقة؟ ليش هيك بتحكي انت؟ شو هالملافظ البشعة هي؟ أبي يا خانم كان مع الزوار اللي حاربوا المستعمر الفرنسي، وتمكن انه يصطاد ضابط فرنسي ويقتله. يعني قتله مشان المانتو؟
شو عم تحكي انت؟ انت شو عم تحكي؟ معقوله ابي الله يرحمه ويقتل بني ادم بمشان معطه؟ شو هالحكي الفاضيات؟ ابي يا ام زكي قتل الضابط تلبيه لنداء الوطن. الواطن الوجبي، الواطن الواجب الوطني نداء، وابي لبى النداء. يا ترى ما لقى مصاري بجيوب الضابط الفرنساوي؟ امبلا لقى مصاري، بس سلمها للسوار وهو اخذ المنطو والبارودة. يا ابو زكي، ابوك والسوار والواجب الوطني على عيني وراسي، ما قلت لا. إيه بس انت صار لازم تغير هالمنطو، لك الناس صارت تعرفك من اول ما تنبس من الحارة من هالتحفة اللي انت لابسها، وشوية تاني اهل الحارة راح يسموك ابو مانطو بدل ابو زكي. اوه، وان شاء الله يسموك الك ام مانطو كمان. شو هالمهمة؟ شو هالشغلة المهمة يعني؟ بس شيت اني غيره ما رح غيره. تفضل الاستاذ. يسلموا ايديك يا ابو زكي، يسلموا ايديك. ما تقول ابو زكي، شلون هالمانطو معك؟ والله بيتعب سلامتك. ويا ترى عم تعمل له صيانه يا ابو زكي؟ صيانه؟ ايه عم بعمل له. ابو زكي، احسن شيء انك تعمل له طلب اصلاح وتنزله على المرقب. ولا وينك؟ انا برايي تجيب خرزه زرقاء وتعلقها على القبه مشان العين. موجود الخرزه الزرقاء. ليك وينك؟ ليك وينك؟ شو وينك؟ سيادة العودير المام، المدير العام. لك اهلين بابو زكي، منيح الله بعت لي اياك. تعال شوف. تعال. خير سيدنا، شو القصة؟ شايف يا ابو زكي، دولاب بنشر معي والسائق ما معي لحتى يساعدني. ما يهمك، انا جاهز سيدي، ولا يهمك، انا تحت الطلب. امرك سيدي، امرك. يلا ابو زكي، يلا. الله يعطيك العافية. الله يعافيك يا سيدنا. الدولاب جاهز. الدولاب جاهز يا سيدنا. الله يعطيك العافية يا أبو زكي. الله يعافيك يا سيدي ويخلينا ياك، ولا يحرمنا يحرمنا منك يا سيدي. يلا بسرعة يا أبو زكي. يلا حبيبي، يلا. بتأمروا شيء تاني سيدي؟ لا أبو زكي، طلع لوصلك معي. يلا. لا أعوذ بالله، بحب إرداني، بدبر حالي سيدي. ماشي. يا أبو زكي خلاص، طلع لوصلك. طيب سيدي، عدم المؤاخذة، بس لجيب المانطو. يلا جيب المانطو. وين المانطو سيدي؟ هلا كان على السيارة هون. وين راح؟ تعرفوا شفتوا شيء؟ المانطو صحي وين راح؟ المانطو هون كان، يمكن سرقوا لي يا سيدي. المانطو يا هو، المانطو يا خلق، المانطو سرقوه، المانطو يا عالم، المانطو يا هو. مرحبا يا اختي. اهلين. شفتيني مانطو نحاس طواله وزرار؟ جان؟ قصدي مانطو نحاس وزرار. شو انت مجنون؟ شو عم تحكي؟ مانطو الي انا، لا تفهمني غلط. خلاص شو انت مجنون؟ مالي مجنون. عرفك قد الشنطير وعم تفتش على البنات؟ انا قلت الحياة ما عم نطش لك. مانطو ما يخرب عايش. لا عم شو انت هنيك؟ ايه تعال، الله يرضى عليك. تعال الله يرضى عليك يا حبيبي. تعال. نعم. تعال
الله يرضى عليك. انسرق لي انا ازرار مانطه طوال ازرار نحاس بهديك الحاره هنيك. شفته شيء؟ لا ما شفته. الله يرضى عليك اذا شفت حدا حامله لان نحاسه العلامه طواله ما شفته؟ ما شفته؟ ما شفته؟ ما شفت شيء؟ ما شفته. ولي على قامتك ولي على قامتي ولي على قامتي. عود بشوف. عود. عود سيدي. ايه عود عود. حاضر. وقلي لشوف شو مواصفات المانتو سيدي. مانتو طويل لونه عسكري نحاسه زرار نحاس يا سيدي. يعني جديد هو ايه؟ لا سيدي مش كتير جديد. مو كتير جديد. بس سيدي هذا كان لابسه ضابط فرنسي بايام الانتداب وابي كان يومها من الزوار. ولما الواطن الوجبي ولما الواجب الوطني نادى الوالد الله يرحمه للدفاع والزود عن حيوه عن حمار عن حياض. هالتفاصيل كلها هي ما بتهمني. عم بكتب بالضبط انا مو موضوع انشا ولا درس تاريخ. حاضر سيدي حاضر. بتشكلي حدا؟ والله ما بعرف بشين بدي مك بمين بدي شك سيدي. يعني برايك مين ممكن يكون السارق؟ والله ما بعرف يا سيدي. يعني في غير وحدين ولادين الحرام يا سيدي. طيب بسيطة. امتى رح تمنطولي؟ امتى رح ترجعولي المنطو سيدنا؟ وقت منكمش الحرامي. وامتى رح تحرمو؟ رح تكمشو الحرامي؟ امتى يعني؟ وقت ربك بيفرجها. بعدين ليش كل هالقد لحوح انت ها؟ شو انت اول واحد بينسرق له جاكيت؟ مو جاكيت يا سيدنا، مو جاكيت، مانتو تاريخي، مانتو اثريات يا سيدي. ايه خلص مو مشكلة، انت اترك هون عنوانك ورقم تليفونك، ونحن إذا صار شيء معنا بنتصل فيك. خي، يا فرحة قلبي، خلصنا منه على أهون سبب؟ شو قصتك انت؟ شو قصتك يعني شمتاني فيني؟ مو شماتي لا سمح الله، بس انت ما كنت تتنازل عنه بالهين لحتى راح من ايدك هيك خطف مثل القدر مستعجل. ايه بالفعل خطف من ايدي خطف. لا تزعل عليه تقبرني، يعني عمره خالص حاجته 50 سنة خدمة، يعني عمل لي عليه وزيادة الله يعطيه العافية. لا مو شيء هيك، بس المشكلة انه الدنيا جاية على زمر وبردرير على برد وزمهرير. ليش ان شاء الله رح تترك حالك هيك؟ يعني بلا مانطو ولا جاكيت؟ شو بدي اعمل لك انا؟ تقبرني، انزل بكره على سوق البسطات واستنضف لك هيك شي مانطو يكون مرتب واشتري. ليش؟ فكرك رح لاقي مثل هداك المانطو؟ عليم الله كان 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 يبرد القتل. كان يقتل البرد قتل. يفتك في فتك. ما اختلفنا، بس المهم تكسي حالك على هالشتوية. طيب وبلكي بعد ما اشتريت مانطو جديد من سوق البسطات انحرم انكمش الحرامي ورجع لي المانطو القديم، بهالحالة بكون خسرت حق مانطو على الفاضي. لا سيدي مو خسارة، هيك بصير عندك بدال المانطو 2 بتبدل فيهم طول هالشتوية. مو احسن ما تضل لابس لي هالماركه المسجله طول الوقت؟ طيب ماشي الحال، بكره بنشوف. عرب يا سيد، تعال شوف القطة ما احلاها. مور عمي، خذ طلبك، خذ طلبك. قليل يا استاذ، قرب حبيب، قرب خذ لك قطعة للشتوية. قرب. أهلين حبيب، تفضل عمي، تفضل يا حبيب، أهلا وسهلا. قرب يا خيو، قرب. حلوة كثير القطعة عليك ها؟ يا سلام. حلوة كثير. يا أهلين وسهلين. قرب عمي يا سيد. قرب يا حباب. مور عمي، شو طلبك عليه؟ يعفيك العاطي، يعطيك العافية. الله يعافي قلبك. دخلك في عندك خرجو مانطي؟ نعم. مانطو خرفي؟ ايه على راسي. خود اشوف، شو رايك بهالمانطو؟
ما بعرف قسمه ما عجبني. في عنده غيره؟ في عندي غيره؟ عنده غيري؟ عندك؟ بسيطة بسيطة، خود اسلي هاد، هذا تمام، قياسك تمام. شرف عمي، أهلا وسهلا. مور يا معلم. ما بعرف قسمه مزري. طيب قل لي لشوف شو اللون اللي بدك يا مومو. مو مهم اللون، المهم يدفئني ويكون منيح. فهمت عليك، عندي طلبك. وين طلبي؟ طلبي جايك بالحكي. عندي مامته بفليج جديد خلنج، صاحبه مو لابسه اكثر من سنه، يبدو كان لواحد صاحب نعم، جوخة انجليزية وتفصيل طلياني على الموضة تمام. بقى شو رايك تشوفه؟ وينه؟ ليش مو عرضه هون؟ هذا ما بنعرضه الا للزباين السبيشال اللي مثلك، مو مين مكان بيفهم بهيك بضاعة. هاشو هاشو لتوف، هاتو لشوف. خلصني. تفضل شوف البضاعة وصلي على النبي، وإذا عجبك بحسب لك يا بألف ليرة. العمى معقولة؟ معقولة؟ خير شوفي. ولك هذا المنطق تبعي، نفس الزون نفس اللون ونفس الزرار. شو عم تحكي انت؟ هذا مستورد من برا. لك شو مستورد وما مستورد؟ عم قلك هذا المانتو إلي، انسرق مني الجمعة الماضية لما 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 كنت عم دلب صلاح، عم صلح دولاب مديرنا. ليكو شوف مدروس من جوا، هالجيبة درزتها أمسكي قبل السرقة بيوم. طول بالك يا أخ، حاش تعيط ولا صلعتني؟ شلون ما بدي عيط؟ المانتو إلي وستين إلي. طيب بدي عيط، فهمت ولا ما فهمت؟ طيب فهمت؟ طيب يا أخي طيب، طول بالك، ما بصير اللي بدك يا عن إذنك. لحظة شو عن إذنك لحظة شو هاد؟ فعلاً الحال الملال إلا ما المال الحلال إلا ما يجرع يرجع على صاحبه. هاي شكرا مدير. لا تواخذنا معلم، اكيد صار في تفاهم. شو يعني؟ يعني اكيد شيء بالحرام معنا يا شو؟ ما فهمت شو يعني كمان اخي. طالما المنطق لك خده، ما بدنا منك لا ابيض ولا اسود. هيك بيحكوا الناس الاوادي. فهمت؟ حاضر. يلا خصه ضببني ضب خلصني. على راسي. اهلا وسهلا. يلا ها تاكل عم عينك. تفضل يا اخي. تفضل يا حبيبنا. ان شاء الله الف مبروك. هاتو. نعم مع السلامه. فشنا وعشنا. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. نعم اخي، قد ما بدك هات. حسن ترقك والزمارك، حسن ترقت حسنك والزمارك. شو شايفتك راجع مبسوط؟ ايه وليش لحتى ما اكون مبسوط؟ معناها اكيد توفقت بالسوق. لقيت طبعا توفقت بالسوق، توفقت اسكر اكثر مما تتصوري. هات لشوف، ورجيني شو اشتريت. شوفي قولي على قامتي ان شاء الله. ولك مو هذا هو المانتو القديم؟ هو بعينه. شفتي شلون الحال الملال؟ المال الحلال بيرجع لاصحابه. ليش انكمش الحرامي؟ لا لسه ما انكمش، بس ان شاء الله رح ينكمش على ايدي انا. لك منين اشتريت المانتو؟ من سوق البالي؟ لا سوق البالي مسكر. حماية الصناعة الوطنية. بس الحقيقة مزكي، التجار الكبار واقفين لهم بالمرصاد، ما عم يخلوهم يبتزقوا. بس أنا عم دور على مانتو جديد بسوق البسطاط، لقيت مانتوي هان معروض للبيع. وإن شاء الله رجعت اشتريته. شو مجنون أنا لأرجع اشتريه؟
لما عرفوا اني صاحب المانتو اعطوني اياه ببلاش. يلا منيح وفرت حق مانتو جديد. الظاهر مكتوب عليك تقضي كل عمرك جوات هالمانتو. بس وينك امسكي، انا ما رح اسكت ابدا. ها ما فهمت عليك. فكرا هنين يعني يسكتوني من مانتو. شو قصدك؟ مو قصدي شي، بس انا من بكره رايح على المخفر واشتكي عليهم. انا برجيهم انا. طيب هن شو دخلون؟ امسكي، لو كان ما دخلون ما كانوا تنازلوا عنه بهالسهوله بهالسهوله. هدول اكيد صعابه عصابه. عصابه كبيره ومنظمه، يعني يمكن ناس بتسرق وناس بتدفر ويمكن ناس تبيع. بالبالي؟ لك لا مو بالبالي، البالي البالي شغله نظاميه كتير. بالعكس اكلين هوا المساكين. هلا انت شو بدك بهالشغله؟ قد العصابات انت، طالما هالمانطو رجع لك سالم غاني، عود بارضك والبود واترك كبش العصابه على غيرك. ما بيصير العود، ما بيصير اقعد والبود. واجبي هاد مزكي، واجبي. اي مشرف وطين، اي مواطن شريف مثلي من اهم واجباته انه يبلغ السلطات ويرشدها ويزودها بالمعلومات عن اللصوص والحربية والعصابات. لك يا ام كزي يا ام زكي، هذا سوق حربية. لك نهبجية، هدول همجية. بس ما في بس الشغلة، ما فيها بس ابدا. شوفي لقلي، انا بالمسائل يلي بتتعلق بالواطن بالواجب الوطني والغيرة على مصلحة الوطن ما بتهاون انا ابدا. مثلي مثل ابي الله يرحمه لما طعن الضابط الفرنسي بصدره وشلحوا البارودة والمانتو مثله. انا ما بعرف، انا حاسة انه هالشغلة مو شغلتك. شلون مو شغلتي انت التانية؟ ما بيصير نسكت حبيبتي، ما بيصير. بالبلد في حرامية عم تسرح وتمرح، ولازم نكشفهم نحنا. بعدين اذا دريوا اني بعرف وساكت بيتهموني بالتكتم. ها والله انا خايفة يوجعك راسك. قصدي يعني انت مو قد هالحملة. انا يلي بعرفه يا مزكي انه البلد عم ترجع على ورا، وكله يا امزكي من السرقة. البلد مشتغل فيها نهيب ونحن ساكتين. بقى لامتى انا ما رح اسكت، وبدي اقوم بواطني وجبي بواجبي الوطني. هيك ابي الله يرحم لي يا هيك رباني. لا يمكن امزكي، شوف انا لا يمكن اسمح للبلد ترجع لورا وتسرح فيها الشبيحه العصابات والشبيحه. صحيح انا اذن بسيط، بس مالي سراء. انا مالي حرامي، ولا حدا بيقدر يضحك علي. انا منوب. هلا وقفت الشغله على مانطوك؟ ولك يا عم زكي افهميني، يا روحي افهميني. صحيح مانطو يا عزيز علي، ويلي بده يسرق لي اياه كانه سرق عمري، وصحيح رح يرجعوا لي اياه. بس الغالط، الساكت عن الغلط شيطان. يعني ليش هالناس بتتستر على الحرامية؟ مالي عرفان، والله مالي عرفان. بيقولوا هذا حرامي وبيسكتوا ما حدا بيحتقره، بالعكس بيحترموه لأنه عنده مصاري. عنده بقى يا أم زكية يا حبيبتي، شوفي لما بتكتر الحرامية والسرقات بينخرب الاقتصاد والتوازن، بينعدموا. لانه ناس كروشون كبيرة وناس خف الريشة، يعني مثل قبيله الجعيصه، واحد فوق وواحد تحت وواحد. خلص فهمت عليك، فهمت. تعال عود كلك لقمة. فظاعة
فظاعة على السنوان عن نسوان شو عقله مصغير فظاعة. يعني التقى المانتو؟ نعم نعم سيدي التقى، بس المجرمين، بس المجرمين والأشرار واللصوص لسه ما التقوا يا سيدي، لساهم خارج عدلة قبضة العدالة سيدي. هلا خارج قبضة العدالة ولا داخلها؟ أنت شو بدك يا شغلة؟ سيدي أنا كان قصدي أنت شغلتك تدعي على اللصوص وبس، مو تعطينا حكم ومواعيز. قلي هلا أشوف، بدك تدعي على البياع وشريكه؟ طبعا يا سيدي بدي ادعي، لانه بتبلد بتخرب البلد اذا سكتنا عن النصوص سيدي. ولك هلا انت شو دخلك بالبلد؟ اه اكتب لنا عنوان محل هلا واوصافه ونحن بنعمل التحريات اللازمه. حاضر سيدي. خود اكتب لي هون عنوان اشوف. لا تواخذوني سيدي، شق خطي مفشكل شوي. معلش بسيطة. وامتى؟ وامتى رح تلقوا القبض على الصن على النص المجرم سيدنا؟ لك انت شو مفكر القاء القبض على مواطن بيتم بهالسهولة هي؟ الموضوع بده ابحاث واثباتات وادلة. خلص انت ما عليك، تريك الموضوع علينا ونحن بنتصرف. حاضر سيدي، حاضر امرك. وين رايك؟ على البيت. وليش اخذ معك المانتو؟ شو بدي اعمل فيه لكان سيدي؟ حطه هون على الطاولة. حاضر. هذا لازم يضل عنا مع الضبط لحتى ينتهي التحقيق. نعم ينتهي. خير في شيء؟ ما قال بس اكيد يوم تشغلين شغلة يومين، ما بعتقد تسحب معهم اكتر من هيك. يا خوفي ياخذوك ويجيبوك على هالمغفر شي شهر زمان. لا شو هشهر معقولة تضل العصابة خارج عدلة القباطة قبضة العدالة شهر؟ هلأ بيكونوا عم يراقبون لحتى يلقطون بالشهد المجروم بجرم المشهود ويثبتوا عليهم الجرم ويدقون بالسجن، ومو بعيدة ابدا يعملوا لهم حلقة خصوصي ببرنامج حكم العدالة بالراديو. من ابرز الكليات في جامعة حلب اليوم كلية طب الاسنان، وهي واحدة من الكليات. شو صار معكم سيدنا؟ بايش؟ موضوع المنطو المعطف تبعي يا سيدنا. أنو معطف؟ ها إيه هلا تذكرت، حطينا العصابة تحت الرقابة الشديدة، الموضوع قرب ينتهي. الله ينصركم يا سيدنا، بس الحقيقة يعني أنا إلي عندكم طلب صغير. خير. يعني سيدي الدنيا صارت شتوية وأنا ما عندي غير هالمعطف اللي حطيتوا ايدكم عليه سيدي كدليل اثبات على العصابه، فيا ريت هيك تأمروا يعني تعطوني اياه، ولما بيلزمكم برجعوا سيدي برجعلكم اياه. انا صعب كثير ما بيمشي الحال. طيب عيروني يا سيدي، عيري بس يعني اسبوع زمان لبين ما يمرق هالزمر هالبرد والزمهرير. يا حبيبي عم اقول لك صعب كثير ما بيمشي الحال، بعدين الموضوع مو بايدي انا، وحتى لو انا وافقت امين المستودع مو ممكن يوافق. انو مستودع سيدي؟ مستودع الوزاره اللي حولنا المعطف تبعك عليه. هلا معطفي صار بمستودع الوزاره سيدنا؟ ايه طبعا. لك وين بدي احط لك اياه؟ عندي بالبيت؟ لا سيدي عفوا. على كل حال راجعنا بعد يومين ثلاثة إلا ما يكون بين معنا شيء. نتجه إلى هذه اللوحة المرسومة لصاحب كتاب الرحلات المطبوع عام 1845.
يعفيكم اعطيكم العافية. جبت الشاي اهوي. تفضل الاستاذ. شو هذا يا ابو زكي؟ شو هذا؟ ليش هيك طالع بطالاميس؟ شو مالك حاسس بالزنطاري؟ بلا بلا. شو ابو زكي؟ لسه ما افرجوا لك عن المانتو؟ لا لسه، ووعدوني بهاليومين. قال صار لك شهرين وانت عم بتقول بهاليومين. ابو زكي رح تخلص الشتويه. شو بدي اعمل يا حبيبي؟ هنن هيك عم يوعدوني لانه في حراميه بالبلد. في هيك هيك على ما يظهر. يعني رح تقضي كل الشتويه على طه القميص؟ ابو زكي شو رايك نعمل لك لميه ونجمع لك حق مانطو جديد؟ لا يا استاذ، هي ما بريدة منك ابدا، ما بريدة. انا مو عاجز اني اشتري مانطو جديد يا استاذ، بس انا بدي المانطو تبعي، بدي اياه هو، لانه عزيز على قلبي كثير هالمانطو. هالمانطو في ريحه المرحوم ابي، في ريحه بيتنا وريحه الماضي كله تبعنا. لما بلبسه بحس حالي رجعت 30 سنة لورا، بتذكر أيام شبابي وأيام العز اللي كنا ماشيين فيه. هو صحيح أنا بشتغل على القهوة والشاي والكناسة والمسح، بس أبي كان من سوار الغوطة، كلهم بيعرفوا من سوارها. هالمانتو هاد هو الوسام اللي أخده أبي، وهو الشيء الوحيد اللي عم يربطني بالماضي يا أستاذ. أنا ما حبيبي شان الله انا ما بدي تشفقوا علي، تعملوا لي لمه. ما بدي ما بدي ما بدي منكم غير انه تتركوني بحالي، تركوني بحالي مشان الله، تركوني. بكون كثير ممنون. الله يصلحك. ليش هيك حكيت معه؟ ما كنت بعرف انه راح يتحسس لهالدرجه. على كل حال انا رايح اعتذر منه. اشرب كاسة هزورة بتدفي لك بطنك منيح. مسك تقبرني مسك. يكلموا يسلموا ايديكي. يعني لو سمعت مني واشتريت مانطو ما كان احسن ما يصير فيك هيك؟ ليش فكرك شو صار فيني؟ يعني ما كنت بردت هيك. انت بهالسن لازم تتدفى منيح. يا ام زكي بصراحة انا ما عاد في شيء يدفيني. يو شو هالحكي؟ بنت ما عم بقول لك يا مزكي، من وقت ما راح المانتو وانا بردان من جوا، حسيت انه ناقصني شيء، وهالشيء ما ممكن يتعوض. وكأنه روحه من شقفي، وكأنه شقفي من روحي راحت مع المانتو يا مزكي. ايه بعيد الشر عنك، شو هالحكي اللي عم تحكيه يا ابو زكي؟ هي هي الحقيقة يا ابو زكي. خايف إذا حكيت هالحكي قدام حدا تاني يقول عني مجنون أو مخرف. يلي أخذوا مني المانطو ولحشوه بالمستودع، ما عرفوا أبدا إنهم كأنهم أخذوا مني أبي وذكرى أبي والماضي تبعي كله. يا ريتن اخذوا شيء طلعوا من طلوعي ورجعوا لي المانطو يا امزكي. لا حول ولا قوة الا بالله. طول بالك ابو زكي. هاني كلها كم يوم ان شاء الله بتنكمش العصابة وبرجع لك المانطو. اشوف هالكم يوم قديش رح يصيروا. والله ما رح يجي باخرتي الا هالكم يوم. أنا بحب أشرك يا مزكي لأنه نحن ألقينا القبض على العصابة. شو هالحكي يا سيدنا؟ طلع العصابة كبيرة كتير ومختصة بس بسرقة الأواعي والغسيل. الله يبارك فيكم يا سيدنا. وطبعا اعترفوا بكل السرقات والجرائم اللي ارتكبوها، ومن بيناتهم سرقة المعطف تبعك. هيك ألف 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 حمد لله وشكر لك يا ربي. عقبال الصوص الكبار. بس يعني
بقدر سيدي. ابتعد ابتعد، استلم المعطف يا سيدنا. ايه طبعا، وهي الورقة المستودع بموجب هالورقة هاي تستلم المعطف. شكرا شكرا يا سيدنا، الله معك، يخلينا ياك. هذا المانتو إلى؟ نعم 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 إلي. بدك تروح تستلمه من المستودع المركزي. بس رئيس المخبر، رئيس المرفخ، المخفر اللي هون. صحيح كان هون، بس نحنا ما بنخلي الأمانات عنا لمدة شهرين، بعد الشهرين بنحولها للمستودع المركزي. طيب وينه هذا المستوزر الموضعي المستخمر المستبصف؟ وين وين؟ هات لأكتب لك العنوان. تفضل. شركة، شكرا. هويتك معك؟ نعم. هويتك هويتك. معي. تفضل استلم. شو هاد؟ ليش قصير بالمانطو؟ ما في شيء، بجوز من الجرادين يلي بالمستودع. يخرب بيت الجرادين، ما خلينا طريقة لمكافحتهم إلا وجربناها، ورغم هيك لساعتهم عم يزرحوا ويمرحوا بهالمستودع. يبدو صار عندهم مناعة. شو صاروا؟